هو محدش سألني، بس يلا مسلسلات رمضان 2022 ليتس جو. اول مسلسل متحمسه له قوي الكبير الجزء السادس. ايوه زي ما سمعتوا كده بالظبط، مش محتاجه اشرح قوي القصه انتوا عارفين طبعا. تاني مسلسل رانيا وسكينه، بيتكلم عن بنتين مع اختلاف الطبقات الاجتماعيه، واحده عايشه في مستوى عالي واحده عايشه في مستوى واطي، بس بتجمعهم الظروف زي زيكم، معرفش بتجمعهم ازاي، نبقى نشوف بقى في رمضان. تالت مسلسل معانا اسمه بابلو بتاع حسن الرداد، هيكون بتاع مين يعني، بيتكلم بقى عن تجاره الاعضاء والسفر الغير شرعي وحاجات كده مهمه جدا. ورابع مسلسل معانا اسمه سوتس، وايوه هو نفس المسلسل الامريكي بس بالمصري، ان شاء الله ما يبوظوش. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ولد اتطرد من الجامعه لسبب معين انتوا هتبقوا تعرفوه، بس بيشتغل مع محامي بطريقه غير قانونيه قوي. تبتدي بقى الاحداث والحوارات. وبعدين معانا مسلسل المشوار بطوله محمد رمضان وليا شيريني، ما محتاجه اشرح، ما هو كل سنه نفس الحاجه. المهم كل دول هيبقوا في المسلسل عشان مش هقعد اقول اساميهم بقى وكده وهنرغي كتير. بيتكلم عن سواق تاكسي بيقعد بقى يهرب من البوليس. بعدين معانا مسلسل احلام سعيده بتاع كل الامارات، دول ناقش بقى قضايا المراه والجواز المتاخر ومش عارف ايه وحاجات، بس في اطار كوميدي جميل جدا. هيا يا جماعه جزيره غمام، انا متحمسه له جدا بقى، بصوا مين اللي فيه يا جدعان. دراما تاريخيه تشويقيه بتتكلم عن احداث العشرينات في القرن الماضي، الماضي، والحاجات اللي حصلت في الوقت ده وكده، بس بجد مش بيألفوا يعني. يوميات زوجة مفروسة الجزء الخامس نازل، ايوه بعد كل هذه السنين اللي فاتوا. انتوا عارفين القصة يعني، مش محتاجة اشرح، حاجات في البيت المصري والزوجة والجوز والحاجات دي. بعدين معانا مسلسل مكتوب عليا، وهو تقريبا فعلا مكتوب عليه، هفهمكم. اتكلم عن اكرم حسني اللي هو اسمه جلال.